السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن كيفية تصريف جميع الأفعال في الامبارفي. أولا نبدأ مع النهايات التي تأخذها الأفعال في الامبارفي. فجميع الأفعال في الامبارفي لديها نفس النهايات كما نلاحظ في الجدول أسفله، بحيث مع الضمير جو تكون النهاية هي AS، ومع الضمير تي تكون النهاية هي AS كذلك إلى آخر النهايات المبينة في الجدول. ثانيا نمر إلى معرفة كيفية تصريف أفعال المجموعة الأولى في الامبارفي. فكما هو معلوم، فجميع الأفعال التي تنتهي بـ -er فهي تنتمي للمجموعة الأولى. ننتقل الآن إلى الجدول أسفله لمعرفة كيفية تصريف أفعال المجموعة الأولى. إذن نبدأ من اليسار، بحيث نضع الفعل المراد تصريفه. هنا عندنا الفعل شونتي هو الذي سنأخذه كمثال. إذن نأخذ لو راديكال دو فيرب، أي جذر الفعل، بحيث نحذف أر للحصول على جذر الفعل، ثم نقوم بدمج لو راديكال دو فيرب مع الضمير المناسب لها كما هو مبين في الخانة الموجودة في أقصى اليمين. إذن هذه هي الطريقة لتصريف جميع أفعال المجموعة الأولى. في المقابل لدينا بعض الملاحظات لطريقة كتابة بعض الأفعال التي تنتمي للمجموعة الأولى ويجب الانتباه لها. أولا نبدأ مع الأفعال التي تنتهي ب -er مثل الفعل مونجي، بحيث نلاحظ أن مع الضمائر جو اي تو اي إل دو سانجوليي إي إل دو بلوريال فإننا نضيف أو كما هو مبين باللون الأحمر بين لو راديكال دو فيرب ونهاية الفعل في لامبارفي. وكذلك الشيء بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب سي إر مثل لو فيرب بلاسي، فإننا نضيف إن سي دي مع الضمائر جو تو إل إي إل دو بلوريال. ثم وجب الانتباه إلى الأفعال التي تنتهي بـ -er مثل لو فيرب كري، فمثل هذه الأفعال فهي تتغير مع الضمائر نو إيو، بحيث نضيف إي كما هو موضح باللون الأحمر بين لو راديكال دو فيرب إي لا تيرمينيزون دو لامبارفي دو فيرب. ثالثا نمر إلى معرفة كيفية تصريف أفعال المجموعة الثانية في لامبارفي. فكما هو معلوم، فأفعال المجموعة الثانية هي الأفعال التي تنتهي ب -er و لو بارتيسيب بريزون ديال هذه الأفعال ينتهي ب -ison. نأخذ مثال لو فيرب صالير لمعرفة الكيفية التي تصرف بها أفعال المجموعة الثانية. فطريقة تصريف أفعال المجموعة الثانية هي نفس الطريقة التي شرحناها مع أفعال المجموعة الأولى. الإضافة الوحيدة اللي عندنا هي أننا نضيف إي دوزاس بين جذر الفعل والنهايات المعتمدة في لامبارفي كما توضح الخانة الموجودة في أقصى اليمين ديال الجدول. رابعا نمر إلى أفعال المجموعة الثالثة. أفعال المجموعة الثالثة
تنقسم إلى مجموعتين، بحيث هناك مجموعة تحترم الطريقة التي شرحناها قبلا، وفي الجدول A أمثلة لبعض هذه الأفعال التي تحترم القاعدة العامة، مثل le verbe aller et le verbe pouvoir. في المقابل لدينا أفعال لا تحترم القاعدة العامة كما هو مبين في الجدول B. لذلك وجب حفظ مثل هذه الأفعال الغير تابعة للقاعدة التي تسمى دي فيرب إيريغولي، يعني وجب حفظ طريقة تصريفها في لامبارفي. وفي الجدول ب أمثلة لبعض هذه الأفعال. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس، بالتوفيق للجميع، وإلى درس آخر بإذن الله تعالى.